السلام عليكم. كل السلام ورحمة الله. أبو هلا حياك الله. تغطي أستاذ الكريم بالله دقيقة أبيك. سم مرحبا. يا أخي هذا منظر غير حضاري يا أخي، إنك تكبكب هذه الزبالة هنا وفي حاويات خاصة بالنفايات. وما تريد تو قاطع الشارع أنت؟ إلا حد مسلط علي أنت يا أبوي. ليش مسلط عليك؟ إيش تبي أنت يا أخوي؟ أنا جاي ننصحك ونأخوك إن النظافة من الإيمان، وهذه حديقة عامة، يعني اترك المكان جميل عشان اللي بعدك العائلة تستانس المكان. حر أنا يا أخوي، أنا في حلال حكومة، إيش دخلك يا أخوي؟ الحكومة يا أخوك تدفع لك ملايين عشان تريح كذا الحديقة وإن جاي نتوصخ. يا أخوي أنت يا أخوي ترى أنت على فكرة أشكالك ما تعجبني يا أخوي، ترى كاشت أنا وعيالي عشان ننبسط، ما جيت عشان تنظر على أمي أنت وأشكالك يا أخوي. الحكومة حطت الأماكن لنا يا أخوي، نبي نقعد فيها وناكل جح ونرمي، وفيه بلدية يجون يشيلون بعضنا ينظفون يا أخي. بلدية للأماكن العامة، الشوارع العامة، مو بالحدائق، الحدائق المفروض أنت وأنا وغيرنا يهتم فيها. بعدين يا أخي هذا المنظر والله ما تشوفه في عائلة حيوانات للأسف. يا أخي حر أنا على كيفي أنا يا أخوي، إيش دخلك يا أخوي؟ إيش دخلك؟ شوف يا أخي ضاقت صدورهم يا أخي. إيه المفروض تعلمهم النظام وتعلمهم النظام. إيش تبي أنت الحين من الأخير؟ إيش تبي يا أخوي؟ حول ولا قوة إلا بالله. تهاوش أنت وراك تهاوش يا أخي. ماني 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 بنطل بنطل ها ها بنطل. خلاص خلاص ها 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 بنطل يا أخوي. خلاص خلاص ابن حلال، عطنا كيس وأنا بشيل. خذ كيس يا أخوي، خذ خذ خذ. إيش تبي تسوي؟ أعوذ بالله من هذه الأخلاق. نظف يا أخوي. أنت غير مهذب يا أخي. نظف يا أخوي نظف. والله يا هذا منظر غير حضاري. نظف نظف. يلا كل حضور. وأنت تعطينا بعد. الله يجزاك خير يا أخوي. نظف يا أخوي. انبسطوا يا عيالي انبسطوا. يا ما حلا شابت النار من غير قزود وافير. يا ما حلا شابت النار من غير قزود وافير.